تعريف بالعمل، دونك العمل اللي متاعنا شو اسمه؟ البيع المباشر. العكس متاعه هو البيع التقليدي. شنو هو الفرق بين البيع المباشر والبيع التقليدي؟ أنا ديما نحب نبسط الأمور باش نفهموا الفرق بيناتهم. يلزمنا نعرفوا إنه فما مشكلة صايرة وجاء البيع المباشر حلها. المشكلة شنية؟ مشكلة إنه أي شركة كيتخرج منتوج تعمل له ببليسيتي، تحب تعمل له بلان ماركتينج، ومنها الببليسيتي. ببليسيتي اللي تشوفون في التلفزة وفي الجريدة وفي المجلة وفي الإذاعة وفي الفيسبوك وفي الإنستغرام. تعمل في ببليسيتي، تحب الناس تشوف المنتوج متاعها وتشري. تدريجيا الناس كثرت عليها الببليسيتي ولات تفد منها ياسر. مثلا كيف تحل انت فيلم ولا مسلسل يعملوا فاصل اشهاري، ولا اغلبيه الناس ممكن اكثر من 90% من الناس يعمل هيك ويبدل القناه، ما يحبش يتفرج على الاشهار، ولا خالطين وراء العباد بالاشهارات. وين تحل تلقى اشهار؟ وين تحل تلقى اشهار؟ جات الفكره نتاع البيع المباشر، قالوا علاش احنا نعمل في الحكايه دي مادام فما حل ما خير. شنو هو الحل؟ الحل هو الكليون بيدو. الكليون وقت اللي هو يجرب البرودوي ويعجبه اوتوماتيكش يولي يشكر فيه ويحكي فيه مع اصحابه. اذا كان جربت اي حاجه، مثلا مشيت ريستوران وعجبتك الماكله نتاعه، تاكد تماما راك نهار اللي واحد باش يحكي معك في موضوع الريستوران راك باش تنصحه بالريستوران هذاك. دونك يقول لك اللي سماك اغناك. دونك لقاو انه كيف نخليو الكليون هو اللي يسمي الخدمه، هو اللي يشكرها، راهو الناس تسمع منه. اما كي نحط له ببليسيتي غالبا ماهوش باش يتفرج عليه. قالوا الفلوس اللي احنا نعطوه فيها للتلفزه والجريده وهذوما الكل هي ساعات توصل 70% من مدخول الشركه، علاش ما نعطيوهاش للكليون بيدو؟ وقت اللي هو يشجع غيره انه يكونسومي البرودوي احنا نوفروا له برودوي مزيان. وقت اللي هو يشجع غيره باش يكونسومي البرودوي احنا نكافئوه. كل ما هو كان سبب في مبيعات قاعده تصير للشركه كل ما اعطيناه نسبه ارباح. دونك عباره هو شريك معانا باش نعطيوه نسبه ارباح على مجموع المبيعات اللي تصير. اكزامبل انت مثلا شريت البرودوي نتاع الشركه هذه وجربتها عجبتك، انصحت بها خمسه اصحاب، الخمسه هذوما جربوا البرودوي وعجبهم، كيف هما نصحوا معارفهم ومعارف باش يبدا يتكون عندك ريزو، مجموعه. المجموعه هذه ماشيه وتكبر ومبيعاتها ماشيه وتزيد. شركه تقول لك كل ما المبيعات نتاع المجموعه تزيد كل ما انت عندك نسبه ارباح اكبر. هذا هو اسمه الفون ديريكت، انه خلقنا علاقه مباشره ما بين المعمل او المصنع والكليون. ما عادش فهم وسطاء، لا تاجر جمله ولا تاجر تفصيل ولا مصدر ولا مورد ولا تلفزه ولا جريده ولا حتى شيء، مباشرة من المعمل للمستهلك. وفرق الفلوس اللي ربحوه هذاك يرجع يتقسم ما بين المعمل والمستهلك. هيك علاش الشركة متاعنا اختارت الدومين هذا خاطر يربحها أكثر، وإحنا اخترنا الدومين هذا خاطر يربحنا أكثر. أوكي.